الحومه زعما بزاف جوزنا فيها وبزاف الحاجات كيتفكرونا، بزاف الحاجات كيفكرونا، جيران والوالده مسكينه ابوريا حمقناها مسكينه مسكينه. الله يسمح لنا الوالده، الله يسمح لنا. واحد النهار حمرا مسكينه جابت لي واحد الحمار حشاك نزلات وكتبيع الحليب. ايوا وجبر نزلات وايده وطلعت طلعت الحليب تبيعو، وانا شبرت ديك الحمار وطلعته من السطح. كيفاش طلعتي من السطح؟ الحمار طلعته من السطح، جات له عملت له واحد واحد القبيضه عطيته ديك التفالات اتاي ديك النعناع. جات له وايده قالت لها ولدي ولدي عم سخون شنو هادشي هذا؟ حمار في السطح باش نهبطوه. صور مكاسه في الدار واحد لقيت دخل السيد بالحمار والسيدة هبطات ما لقاتش. السيدة بقاو كيسقسي واحد الحمار ديالي كان يصوروا الدار ديالنا. ايوا كيفاش فاش نهبطو في الدروش محرفتنا. واش جريتي بالإقامة النعناع اللي كانت في البراد؟ لا جريت وهيدا حتى طلعت من السطح. ملي طلعت من السطح بغينا نهبطو على الراجل نهبطو. بقى شابك عاد جبنا الجيران جبنا. الله يسمح لنا. كليتي على شي حاجة هذي؟ لا ما مسكينه دائما كل نهار عندنا ستوريه جديده. انت ايه مولفه مسكينه الام ديالو كتفيق كتقول الحلقه جديده اليوم على الله اش غادي يدير اليوم. الله يسمح لنا ويدي يسلم لها يسلم لها الصباح. اختي 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 خويا خويا تابونا في لاشين يوتيوب. شكرا شكرا وبارطاجي الفيديو الا بغيتي. شكرا شكرا تابونا. شكرا لكم. شكرا.